التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تعرض السفينة شحن لعملية اختطاف بالسطو المسلح من قبل الميليشيا الحوثية قبالة محافظة الحديدة. وأشار التحالف إلى أن السفينة كانت تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في سقطرة، مؤكدا أن قواته سوف تتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذا الانتهاك. كما أضاف التحالف أن عملية القرصنة التي نفذها الحوثيون تعد تهديداً حقيقياً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر. أعلن رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك الاستقالة من منصبه، وأكد حمدوك في كلمة متلفزة أن قبوله التكليف بمنصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسي، مشيرا إلى أن الأطراف بذلت جهدا لإخراج السودان من عزلته وإعادة دمجه في المجتمع الدولي. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة وحلفائها سيردون بحزم إذا أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا. وأضاف بايدن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أن الولايات المتحدة تدعم حل الأزمة الأوكرانية عن طريق الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك المحادثات الروسية الأمريكية رفيعة المستوى المقرر عقدها في جنيف يومي 9 و10 من يناير الجاري. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لايد أوستن إيجابية فحص أجراه لفيروس كورونا، موضحا أنه يعاني من أعراض خفيفة. وأشار أوستن إلى أنه سيحتفظ بجميع السلطات أثناء بقائه في حجر صحي داخل منزله على مدى الأيام الخمسة المقبلة. حررت الشرطة النيجيرية 21 تلميذا خطفهم مسلحون في شمال غرب البلاد بعد تبادل لإطلاق النار مع الخاطفين. وقالت الشرطة في بيان إن المسلحين نصبوا حاجزاً على الطريق وخطفوا ركاب 5 حافلات، بينها الحافلة التي تقل التلاميذ ليلة رأس السنة، مضيفة أن من بين المختطفين ركاباً آخرين بينهم المعلم وسائق الحافلة. تسبب حريق هائل في إحداث تدمير كامل لمبنى برلمان جنوب إفريقيا، وقال متحدث باسم البرلمان إن الحريق اندلع في جناحين في جزئين منفصلين من البرلمان. في السياق، اعتقلت الشرطة رجلاً عمره 51 عاماً على صلة بالحادث، مرجحة وجود دوافع إجرامية وراء الحريق.